السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج مال وأعمال. سعداء نلتقي عبر قناة الخرطوم الفضائية والعديد من القضايا الاقتصادية. طبعا محرك الحياة الإنسانية اليوم هو الاقتصاد، صح؟ تراجعت المسألة السياسية بشكل كبير، ومع تشعب العملية الاقتصادية برزت أيضا أنواع وأسماء الاقتصاد. تشعب الاقتصاد في كل مناحي الحياة. ربما بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008 أو البحار والموانئ والمحيطات، ونقول الحمد لله السودان إذا أحسن التوقيت والعمل والفكرة والرؤية والجدة سيكون له مستقبل كبير في الاقتصاد الأزرق. السودان الآن يتمتع بأهم شاطئ على البحر الأحمر، أهم مرة التجارة العالمية في هذا 50 الأحمر في المنطقة، في الجزء الأهم الشاطئ الغربي للبحر الأحمر، حيث كل معينات التطور والازدهار الاقتصادي للاقتصاد الأزرق، الموانئ والشواطئ وكذلك النقل والثروات السمكية والحاجة الاقتصادية وكثير جدا من الميزات في هذا الوطن الكبير الذي مع كل صباح نكتشف أن فيه الكثير، ولكن تعثر العقليات السياسية دائما ما يحد بنا عن الوصول لتلك الغايات والمرامي. في هذه الحلقة سنتوقف مع الموضوع الاستراتيجي المهم في العالم في هذه الأيام، وهو موضوع الموانئ البحرية، خاصة مع اتجاه تيار الاقتصاد العالمي نحو الشرق الآسيوي، حيث الآن القوة والصعود، وبالتالي سيظل البحر الأحمر الرابط المهم جدا بين طرفي الكرة الأرضية شرقا وغربا، والسودان ينبغي أن يكون له ميزة، إلا أن هذه الميزة. أرحب بأستاذنا الدكتور محمد المصطفى عبد الرحمن الباحث. رؤية كده، هل حاسس فعلا انه جاءتنا الفرصه التي نقول انه هيئت لنا الظروف العالميه، ما يمكن ان نقول انه بروز دور استراتيجي للسودان في البحر الاحمر؟ لا طبعا، الـ وضع السودان في الساحل الغربي للبحر الاحمر هو وضع مؤثر، لانه يتوسط الساحل الغربي، شمالا بنجد مصر وجنوبا بنجد اريتريا، هو توسط ساحل البحر الأحمر الغربي في مواجهة دولة كبيرة جدا هي دولة السعودية، مع وجود الموقع الجغرافي البحر الأحمر أصلا هو موقع استراتيجي يربط بين جنوب المحيط الهندي وشمالا البحر المتوسط قناة السويس وباب المندب، وهو ممر معلوم أنه هو يعني يوفر مساحة طويلة جدا، حيث إذا أغلق هذا الممر المائي الكبير ليس هنالك بد من أن تتحرك البواخر أو السفن التجارية أو التجارة البحرية بصورة عامة عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وبالتالي يصبح هذا الممر ممر مهم جدا جدا. وتوصل يمكن أن يسرع الأمن والسلم الدوليين، ويمكن أن يؤثر على جيرانه بدرجة كبيرة جدا جدا، يعني يمكن يؤثر حتى على الصراع في هذه الدول، الصراع في اليمن والصراع في غير اليمن. يمكن السودان إذا قام باستخدام سالب لهذا الممر المائي يمكن أن يؤثر في أمن الدول، وبالتالي يصبح أمر هذا الممر المائي الكبير البحر الأحمر يصبح موقعه موقع استراتيجي مهما، يعني يحتم على السودان أن يدير هذا الموقع، موقع الوسط، بكل حكمة واقتدار، وليس بأي شكل من أشكال الضعف أو أشكال سوء التقديرات في إدارة هذا الممر المائي. طيب، هل في هذه المرحلة التاريخية والحرجة المهمة جدا في إطار هذا الصراع الدولي بالمنح الذي يتمناه الغربيين ستكون هناك تغيرات كثيرة وجذرية، وبالتالي من هونغ كونغ إلى دبي إلى جدة ستكون إلى القاهرة طبعا وإلى أسمرة وإلى حتى مضيق باب المندب، كلها ستكون منطقة بتاعت نفوذ وصراع. المطلوب من نشوف الدولة الآن في هذه اللحظة الحرجة. أولا السودان عليه أن يقوم بعملية بتاعت مسح كامل، مسح ميداني، لتحديد الإمكانيات المتاحة لإقامة موانئ أو مرافق أو مواقع بحرية على ساحل البحر الأحمر القربي الذي في شرق السودان. نعم. عليها أن يحدد ما يمكن أن يتم فعلا، ما يمكن أن يقدمه لآخرين كي يجعل هنالك شراكات بينهم
كي يستفيد من هذه المواقع وفق رؤية استراتيجية تراعي مقتضيات ومطلوبات الأمن القومي السوداني بدرجة كبيرة، وتراعي مبدأ السيادة على هذه الموانئ، بحيث أن تكون الشراكات التجارية والاقتصادية في هذا المجال تكون شراكات محمية لسيادة الدولة ولا تؤثر على الأمن القومي، بحيث أنه المنافذ البحرية والمنافذ الجوية والبرية دائما يراعى فيها أن تكون منافذ ذات سيادة، يعني تتمتع بالسيادة مع العالم الخارجي، وبالتالي لابد من أن يكون هنالك صراع ومراقبة كاملة حتى لا يدخل إلى السودان ما لا تتوقعه، أو لا يتم استخدام هذه الموانئ ضد السيادة السودانية، خاصة الاستخدام العسكري. لأن الموانئ يمكن تستخدم استخداما عسكريا يعني في الأعمال العسكرية لاحتلال الدولة، لضرب المنشآت الاستراتيجية، استخداما للإمداد العسكري، وبالتالي حتى لو كانت موانئ مدنية يجب أن تتمتع بشكل كبير جدا من أشكال السيادة الوطنية، وتتمتع بدراسة وافية تسبق هذه الشراكات التي تتم فيها، حتى يكون الأمن القومي السوداني في مأمن من أي مشكلات. طبعا دكتور، الموانئ الآن في العالم لم تصبح مدينة تقليدية على شاطئ مثل ما كان في الماضي، منطقة عبور يلتقي فيها الناس. الموانئ الآن أصبحت، خليك من القيمة الاقتصادية، ارتفعت، وارتفعت كذلك تأثيرات الموانئ على الداخل في كل دولة، يعني باعتبار أنها أصبحت مدخل ثقافي، مدخل اجتماعي، مدخل تجاري على أعلى مستوى، بالتالي الموانئ الآن كأنها حركة حياة متكاملة. طبعا في الدول المتقدمة تقل هذه الفرصة، أن اهتمام المواطن بالقضايا الاستراتيجية ضعيف جدا في الدول المتقدمة، لكن في دول العالم الثالث نسبة لأن هنالك ضعف في البنية التحتية في المجتمعات المحلية وكذا، وبالتالي يزيد نظرهم ورجاؤهم وأملهم وأشواقهم من أن تكون هذه الموانئ أو هذه المرافي مصدر للدخل لكي تحسن لهم مجتمعاتهم المحلية وتحسن من أوضاعها. ولكن كما ذكرت ثقيل في الدول المتقدمة، ولذلك لا بد أن تكون هنالك مراعاة ورؤية كاملة للتعامل مع مثل هذه المواقف من المجتمع المحلي، وأن تكون هنالك إرادة سياسية تجريح أهمية هذه المواقع لهذه الشعوب، وتوصير بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه من ناحية اقتصادية حتى أنها تحسن مجتمعاتهم. ولكن في ظل أي صراع محلي في أن هنالك مجتمعات محلية تشعر بالضرر أو تشعر بأنها هي إدارة مركزية، نعم، ليست إدارة ولائية أو محلية، لكن ريعها يمكن أن تكون هنالك مسؤولية مجتمعية، يمكن هنالك تمييز إيجابي في المناطق التي توجد فيها هذه الموانئ، مثلها مثل الموارد الأخرى، الذهب وغيرها والبترول وغيرها. فلا بد أن تدار هذه المسألة بحنكة قوية، حنكة سياسية تحدد أو تضمن أن هذه الموانئ ما تتعرض لأي مشكلة من المشكلات التي يمكن أن توقف قيامها أو توقف تشغيل أو غير ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا جدا. نعم، إن شاء الله كان بإمكان أدخل على أستاذنا العزيز الدكتور أمين موسى الحاج، وهو رجل أكاديمي كان على الهاتف، لكن خلينا ندخل إلى منحى آخر، العلاقات الاستراتيجية من خلال الموانئ أصبحت الآن مهمة بعد زيارة الرئيس الأوسط الجديد والتكتلات الاقتصادية والسودان حيث الموارد الضخمة والمهولة، ده بيزيد الأهمية بتاعت قيمة موانئنا الاستراتيجية. والله واضح طبعا الصراع الموجود الآن في الموانئ السودانية أو الساحل السوداني، واضح هنالك صراع كبير جدا بين غير معلن بين روسيا وأمريكا. نعم، وأكبر دليل أنه السودان لما أعطى أو منح أو وقع مع روسيا ميناء الأخير أو القاعدة الروسية في السودان، الأمريكا حركت أسطولة، وبالتالي يصبح هذا الاهتمام الدولي أو هذا الصراع الاستراتيجي في البحر الأحمر، لأنه ممر مائي خطير جدا. نعم، يربط بين المحيط الهندي، يربط ما بين البحر المتوسط، يعني لا يمكن الاستهانة بهذا الممر المائي. وفي قمة أعلى شمال هذا البحر الأحمر توجد إسرائيل، الدولة التي تؤثر في أمن العالم كله، يعني في حسابات التقليل من هذه الأهمية الاستراتيجية لهذه
لهذا الموقع بالنسبة للسؤال، لأنه يتوسط الساحل بتاع البحر الأحمر يبقى ده بيكون. خلينا نعود إلى هذه النقطة، ولكن دكتور أمين موسى الحاج الأكاديمي، مرحبا بك دكتور. أهلا مرحبا بك. سعداء أن نلتقي. أهلا دكتور. التجارة الدولية وميثاق جدة الأخير أو مؤتمر جدة حول الأمن والتنمية والحرب الروسية الأوكرانية، واضح أن البحر الأحمر مع كل صباح جديد تزداد أهميته للنقل والتجارة الترانزيت العالمية، وبالتالي تزداد أهمية الموانئ السودانية. هل من الممكن أن نقول هذه فرصة تاريخية تتاح الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يمكن الموانئ السودانية جزء من منظومة في العالم وفي البحر الأحمر منوط بها نقل التجارة الخارجية للسودان وواردات وصادرات البلاد يعني. وبالتالي مهم جدا، هي طبعا كما صنفت في منظمة التجارة العالمية هي وسائط للخدمات يعني، هي خدمات أكثر من أنها مرفق اقتصادي منتج، لكنها تنتج خدمات السودان وعلاقة البلاد والموانئ عموما مع العالم الخارجي واستقبال بضائعك وارداتك وصادراتك. وبالتالي هنا تكمن الأهمية وارتباطك بالعالم من حولك يعني. لابد من إعداد جيد لهذه الموانئ بحيث أنها، لأنه زي ما بنقول دائما نحن في الاقتصاديات النقد البحري time is money اللي هو زمن قروش. بالتالي كونك تؤخر باخرة أو يعني تفشل أو تؤخر عمليات شحنها وتفريغها فيه فشل كبير جدا. طيب خلينا ناخذ جزئيه برضه مهمه جدا تتعلق باهميه الموانئ السودانيه حتى هذه اللحظه. طبعا سواكن وبور السودان وبعض الموانئ الصغيره، وفي كلام عن ميناء اسمه ابو عمامه جديد وهكذا يعني، لكن خلينا ناخذها انه اذا قارناها بموانئ اخرى في البحر الاحمر الممر الاستراتيجي الان للتجاره الدوليه القادمه، باعتبار انه الان الاقتصاد على الاقل لتطوير ادواتنا النقليه يعني. والله بالضروره زي ما ذكرت لك انه ضرورة إعداد الموانئ إعدادا جيدا. الموانئ هي يعني أصناف موانئ متخصصة سواء كانت للحاويات أو للبضائع العامة أو ما إلى ذلك، لابد لك من إعداد جيد جدا لأنه هي يعني اقتصاد عالمي يواكب عمليات الشحن وعمليات التفريغ، ولابد من السرعة لأنه هذه البواخر بتكون مرتبطة بارتباطات عالمية مع موانئ أخرى مع دول أخرى، وبالتالي أي تأخير في جدولته يؤدي إلى انتكاسات اقتصادية، وبالتالي إلى اعتبار مثل هذه الموانئ الضعيفة هي واحدة من الموانئ التي يتم تفاديها بواسطة هذه الشركات الناقلة. عشان كده لابد لك من أنك تعد نفسك إعداد جيد بالذات للبنى التحتية ول المعدات المناولة، الكرينات الجسرية بالنسبة للحاويات والكرينات العامة بالنسبة للبضائع العامة أو البضائع الجمر كارغو، لكن بدرجة كبيرة جدا بضائع الحاويات أو سفن الحاويات هي التي تدفع إلى مغام هذا المستوى من يعني أدوات الشحن والتفريغ. هل دكتور اخيرا سنجد فائده نحن كدوله تعاني من الظروف الصعبه والحرجه التي تمر بها الان في ظل عدم وجود حتى ما يمكن نقول فعلا شركه موانئ بحريه سودانيه قادره على ايجاد بنيه تحتيه، ده ممكن السودان يستفيد؟ والله هو طبعا يعني ميناء بور السودان من الموانئ العريقه ومن الموانئ الهامه جدا بالنسبه لنا هنا في السودان، او ميناء بور السودان تحديدا او هيئه الموانئ البحريه بكل تفريعاتها وموانيها المختلفة. فهام جدا أنه يعني إدارة المواني تكون بقدر كبير جدا من العلمية يعني، لا ينفع فيها العشوائية، لا تنفع فيها يعني الأعداد الضخمة لترهلات بتاعة عمالة أو ما إلى ذلك، لابد أنك تكون دقيق، وهي مسائل اقتصادية بالضرورة. إذا كان الطاقة بتاعته مثلا محطة الحاويات إذا قلنا مليون حاوية في العالم يعني بيلزمها مثلا عدد معين من الناس، يعني مساله دقيقه جدا ممكن حسابها وممكن تقديرها، وبالتالي يعني تفادي الترهلات التي يمكن ان تحدث، وبالتالي معداتك والياتك تكون بالمستوى جدا
محسقة في بالنسبة لهذه الشركات الناقلة، لأنها شركات زي ما قلت لك مهمة، وعامل الزمن عندها عامل حاسم، وبالتالي حتى المواني الأخرى إذا جاز لنا التعبير بأنه يعني هامة، أنت ما ممكن تمشي مواني دون أن يكون هنالك داع لها، بمعنى أنه عندك حجم تجارتك الخارجية، حجم يعني المسافنة، إذا كنت بتخدم يعني تجارة دول في الجوار برضه بتعمل حسابها، وما إلى ذلك قوانينك ولوائحك المنظمة لابد أنها تكون مواكبة للقوانين واللوائح العالمية في ذلك. دكتور نعم نعم تفضل. نعم لا أكمل فكرتك لأنه سنختم إن شاء الله. نعم لا المهم جدا زي ما قلت أنه لابد من أنك تكون مواكب، وبالتالي يعني أي إخفاق بالنسبة لك للذريع، وبالتالي يعني هام جدا زي ما ذكرت أنه الموانئ فيها تخصصات يمكن أكثر من 6 7 8 تخصصات، مواني البترول، مواني البضائع العامة، مواني الحاويات، ودي كل واحدة عندها مواصفاتها وعندها شكلها وعندها سلوك إدارتها، وبالتالي لكن أنت إلى أي مدى تحتاج لكل هذه المواني إذا لم تكن حجم تجارتك الخارجية نعم. في المستوى، وإذا كانت هنالك إخفاقات يعني في المستوى الداخلي، أنت طبعا بتخدم تجارتك الواردة والصادرة، إذا لابد أنه يعني من مواكبة جيدة جدا لعمليات أنك صادراتك الزراعة، يمكن نحن إذا الواحد جازيه التقدير ما أكثر من 10 مليون طن سواء كان صادرات أو واردات، وده رقم ذاته فيه قدر من المبالغة إذا قلت، وده رقم ضعيف جدا بالنسبة لدولة زراعية، بالنسبة لدولة منتجة، بالنسبة يعني مداخل الاقتصاد و يعني التلويح بانها يعني هي سله غذاء العالم، كيف تكون سله غذاء العالم ونحن انتاجنا يعني من المواد الزراعيه لا يتجاوز نعم نعم. شكرا دكتور امين موسى الحاج الاكاديمي، شكرا. بين السياسه والاقتصاد في هذه اللحظه الحرجه ما نسميه اداره، طبعا كل اي بناء للدوله حتى لو بناء هيكلي اذا تبني مؤسسات حديثه لا بد ان يكون تبنى على دراسات وعلى اسس سليمه، تكون قبلها عمليه بتاع التحليل كامل للبيئه الداخليه والخارجيه، ويكون فيها مراعاه مستقبل الاجيال يعني. فاي عمل في خاصة في المسائل الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي مثلا، إذا تعمل أي أعمال استراتيجية لابد أن تكون مربوطة بمستقبل، مستقبل سياسي للدولة، مستقبل الاقتصادي، ومستقبل الاجتماعي، لأن ده كله ما بينفصلا في الأمن الإجتماعي. النظرة الصحيحة هي أنه كل الأمور تنشأ مع بعض، يعني كل التروس تكون مدورة مع بعض، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، عشان تبني مشروعات تكون ذات عائد. هل يمكن نقول انه عندنا القدره ان نبعد موانينا عن الصراعات اللي ممكن تدور في المنطقه، بمعنى الصح انه الان في منفذ اقتصادي يتاح للسودان؟ يعني الاهميه الاستراتيجيه للبحر الاحمر لن تكون مساعده في مثل هذه الامور، خاصه في ضعف البنيه التحتيه. السودان لا يمكن طبعا ان تكون هنالك مواني عسكريه فقط بمستوى ضخم توفي الاحتياجات العسكريه فقط لانها مكلفه، ولا يمكن ان تكون يعني لا يمكن الان في ظل الاوضاع الحاليه ان يتم فصل نقول هنالك موانئ سياديه مثلا في المسائل السياديه العسكريه او المسائل الاقتصاديه الكبرى، بتتحدث عن استراتيجيات والتنميه في المشروعات الاستراتيجيه الكبرى، لا يمكن ان تنفصل هذه الموانئ. كذلك الدولي او العالم، لأن العالم الآن أصبح حاجة مشتركة، القوانين مشتركة، الذي لا يشترك في هذه القوانين لا يشترك في هذه الشراكات الدولية سوف يترك يعني. نواصل مال وأعمال ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا مشاهدي الكرام. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في مال وأعمال، نواصل مع أستاذنا العزيز الدكتور محمد المصطفى عبد الرحمن الخبير. ونعود مرة أخرى لمسألة مهمة جدا، هل يمكن أن نقول أنه الآن المواني السودانية بهذا الشكل وبهذا الحجم حينما نتجه إليها كليا من خلال خطة اقتصادية وبرامج ستكون الفائدة على الاقتصاد السوداني كبيرة، مع أنه الدكتور قبل شوية قال أنه إذا قارنت حجم الصغيرة
هي النظر الفرص الموجودة عندك، هناك فرص كبيرة جدا جدا أن نستغل هذا الساحل. نحن نجاور دول لاند لوكت، أرض مقفولة كلها، هذه الدول ليست لديها مواني، يمكن أن تشي هذه الدول مواني على هذا الساحل، ويتم استخدامه في لصالح هذه الدول وفق اتفاقيات معينة تعود بعائد كبير جدا جدا على السودان. هناك حوالي أكثر من 30 ميناء مقترح وفق دراسات على البحر الأحمر، على البحر الأحمر في الجزء السوداني، في الساحل السوداني 750 كيلو خاص بالسودان. نعم، يمكن هذه المواني أن تكون مواني طبعا متعددة، زي ما ذكر الأخ دكتور ذكر، نعم، أن المواني عندها استخدامات مختلفة صح. البحر الأحمر في نعم، حتى في السياحة، حتى في 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 أشياء كثيرة جدا جدا، في النفط، الخدمات والمناورات، الساحل البحر الأحمر، الأرض يعني مثلا النفط السوداني نقله للبحر الأحمر ما مكلف ثقيل، لأنه الأرض مائلة نحو الساحل، فممكن أن نستفيد من هذه الدول الجارة التي لا تملك سواحل أن يتم منحها جزء من هذه الموانئ في اتفاقيات محددة، يكون لديها عائد كبير جدا جدا، تخدم هذه الشعوب تحت المنطقة، تساعد في الأمن واستقرار في هذه الدول، وتساعد في استقرار اقتصاديات هذه الدول اللي الآن نحن التهريب والمسائل الكثيرة جدا نعم التي نعاني منها بسبب ضعف اقتصاديات هذه الدول، ممكن أن نساعدها بأنه نديها جزء من هذه الموانئ في اتفاقيات تعود بالعائد الكبير على السودان. فالإشكال هو ليس في أنك تجد فرص زي دي، لأن يعني الفرص أصلا متوفرة، الإشكال في أنه كيف يتم استغلال هذه الفرص وفق رؤية استراتيجية تحاول السيء أو الاستغلال ضد استخدامات ضد الأمن القومي السوداني، وتمنع الاستقلال الاقتصادي السيء أيضا في أنه تقلل من فرص نعم الاستفادة الاقتصادية من هذه. أرحب عبر الهاتف بالكابتن علي البحار، أستاذنا أونور محمد سلطان، محمد آدم سلطان. كابتن مرحبا بك. أهلا بك سعدك، أهلا بك فعلك. كيف حالك؟ خلينا نبدا يا كابتن من نقطه مهمه جدا في هذه الايام، في كلام عنها في الشرق، يعني هل اذا اهلا بك، كيف حالك؟ مرحبا. ميناء ابو عمامه هل يمكن يشكل اضافه بالنسبه لكم في الشرق، وحاسس انه ممكن يكون له تاثير؟ استاذ أونور جميل جدا، انا انتهز هذه الفرصه، بسم الله الرحمن الرحيم، انتهز هذه الفرصه. انا كامل هاي لايسنج اللي بعد الاشياء الفنيه. نعم ولا انتهز هذه الفرصه. نعم. واتطرق على بعض المواضيع الفنيه. المغ اتطرقوا عليها في التلفزيون. طيب. في ارتباط وثيق أواخر يجب أن يتبع تطور الموانئ. هذا السبب الرئيسي انتقال ميناء من سواكن إلى بور السودان. البواخر تطورت من حيث طول الباخرة، الجزء الخاطف اللي احنا نسميه الدرافت الخاطف، ودخلت بواخر متخصصة. كل البضائع مشت للكونترنيزيشن الحاويات. ميناء بور السودان والوضع الحالي ما تواكب الجيل الجديد من البواخر اللي احنا نسميها المذر شيب. المذر شيب اللي هي تقريبا تشيل 20,000 حاويه. كل الصادرات ميناء بور السودان مكرسه كل جهدها في الصادرات واردات السودان. دي تقريبا الايراد بتاعها ما بيجي اكثر من 600 مليون دولار. في نحن ظهرت مجالات تكون قد ايراد يكون اكثر من الصادرات واردات السودان، اللي هي ميناء او دريجي لميناء سواكن لعدد 24 رصيف، العمق تتراوح من 12 ل 18 متر، بحيث انه تستوعب المذر شيب للبواخر الكبيره. نعم.
أي ميناء لازم تسبقها دراسة بيشترك فيها كوادر من الميناء وتشترك بالاستعانة بشركات أجنبية بالذات احنا بنستعين مواني هامبورج في كل دراستنا. تم استعانة من ميناء هامبورج في إنشاء الميناء الجنوبي المتخصص. الميناء الجنوبي تقريبا العمق تتراوح من 14 متر ل 10 أمتار. تم إسماء هذا الميناء بالسيول أقل من 10 متر، بالتالي الاستيعاب للبواخر ممكن الكباسيتي بتاعتها كبيرة قلت جدا جدا لعدم وجود دريجر. آخر دريجر كان موجود 1991 وقيام ميناء أبو إمامة يجب أن تسبق دراسة جدوى للميناء مدى الاستفادة منه. طيب ابو يا استاذنا ونور دريجنج ايوه مختلف جدا استاذ نور، هل ابو عماء ابو الميناء ده مهم جدا لنا في هذه الفتره؟ تقول مفيد؟ لا ما مفيد، لازم تسوق دراسه جدوى. دراسه جدوى اها، هسه ما في دراسه جدوى حاليا. بعد ده ممكن انا اقول انا مفيد ولا ما مفيد؟ نعم. طيب الان التطور الموجود في وسائل نقل البحري، يعني النقل البحري، هل يمكن ان نستفيد ونحن ما عندنا شركه موالي بحريه، ما عندنا سفن كثيره، ما عندنا موالي بحريه يا جعان؟ نحن نعمل مش ما عندنا، نحن نستوعب بواخر اخرى. يعني انا اديك مثال زي عندك لا ما ما الميناء بورسودان ما بتعمل على البواخر السودانيه. هو بورت معناته كان لكن استوى بالطيارات بتاع دول اخرى. بنفس الشت ميناء بورت السودان احنا ما عندنا بواخر لكن استوى بواخر دول اخرى. طيب الان يعني خلينا نقول انه في اطار الاستفاده من الموانئ السودانيه، غير ابو عمامه، هل يمكن ان يكون الشاطئ السوداني بتاع البحر الاحمر ننشئ فيه اكثر من ميناء جديد؟ استاذ نور؟ ايوه، هذه الدراسه المردود المالي قد يصل ل 12. عندنا تفاهم او بروتوكول مع الدول المجاورة، الدول المغلقة زي إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، أفريقيا الوسطى. أنا عندي موضوع بسيط، دولة جيبوتي مستفيدة من البضائع الإثيوبية، الدخل بتاع جيبوتي 2 مليار دولار من البضائع الإثيوبية، حين أن الكثافة السكانية في إثيوبيا متاخمة للسودان. ممكن نستفيد الترانزيت لجنوب السودان، لإثيوبيا، أفريقيا الوسطى، تشاد. نعم. ميناء بورت السودان أو الساحل السوداني على بعد كذا ميل بسيطة من الترافيك لاين أو الخط الملاحي العالمي. ممكن نحن نستفيد لو قامت ميناء سواكن ندخل في اثنين شكل من اشكال التجاره ظهرت، هذه المسافنه والترانزيت. المسافنه هي للدول الاخرى، تجي المذر شيب تعمل دروب في ميناء سواكن وثم توزع بفيدر شيب للمواني المجاوره. طيب هذا يؤكد فعلا اهميه الشاطئ او الساحل السوداني على البحر الاحمر، وخاصه مع تطور وسائل النقل. يعني القضية المهمة يمكن أخيرا، يعني ما بترى إنه إحنا نبدأ من وين؟ يعني إحنا كدولة الآن نبدأ من وين في تطوير موانينا؟ قلت لك في دراسة متكاملة ميناء سواكن. نعم. وتم حفر ميناء سواكن لأربع 24
بدرت بأشكال مختلفة، سواء كان مشاركة تمويل في دراسة متكاملة من سواكن اللي هي التقلب، وهذه الميناء تستوعب المذرشيب الجيل السادس ممكن تشيل 20,000 حاوية. نعم. في 24 رصيف جاهزة. أنا أديك حاجة بسيطة. الدريجنج المتر المكعب بيكلف $52 عشان تعمل ملايين على الصنان دريجنج، عملية مكلفة جدا. وتم حفر ميناء سواكن ل 24 رصيف لاستيعاب البواخر المذر شيب، العمق تتراوح من 12 متر ل 18 متر. طيب اخيرا، هل يمكن اذا اكملنا سواكن ممكن ان نستقبل اي باخره في العالم؟ اذا تم سواكن نستقبل اخر جيل اللي هي الجيل السادس المذر شيب التاشير فيه 20,000 حاويه. هي ما تقول اي باخره لانه في بواخر ما SBM single point mooring ميناء بشاير تستوعب العوامة وسط البحر، التراكز الكبيرة اللي هي ما تدخل مصممة ما تدخل أي ميناء في العالم، يتم شحن البترول السوداني اسمها single point mooring. نعم نعم، شكرا أستاذنا أونور أو كابتن عالي البحار أستاذنا أونور محمد آدم سلطان على هذه المعلومات المهمة جدا، وإن شاء الله سنلتقي بك لأنه واضح أنه في شغل فني كثير جدا في الموانئ نحتاج إلى أن نستضيفك فيه. شكرا دكتور. يمكن فعلا في الكابتن أضاف معلومات جديدة مهمة جدا حول الموانئ السوداني. واضح أنه الآن علينا أن نتحدث بكل صراحة عن اقتصاديات الموانئ. الآن طبعا في العالم احنا قبل قلنا الاقتصاد الأزرق، طبعا الاقتصاد الأزرق يشمل كل حركة التجارة عبر البحار والمحيطات في العالم، لكن الآن واضح أن الموانئ أصبحت أهم بوابات أي دولة اقتصادية، والدليل أنه الآن في دول أفريقية كثير جدا مغلقة تحتاج إلى السودان، فشلنا في أنه نمنح أثيوبيا، والآن في كلام حول طريق الحرير العالم القديم، إذن الأمر يحتاج إلى وقفة كبيرة. في حديث كثير حول استغلال الشواطئ السودانية. نعم. في كثير في دول عظمى الآن بتبحث عن بايبلاين يشق عدة دول عشان يمشي ينقل النفط، نفط الخليج دي ينقل عبر 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 بايبلاين يطلع من البحر الأحمر إلى غينيا إلى غيره. في كثير جدا عن استغلال الشواطئ السودانية واستخدام الموانئ السودانية، وفي كلام كثير جدا جدا ما هو كلام الآن مدسوس أو تحت الترابيزة، لا كلام معلن الآن في كل متاح في أي في الميديا وفي غيرها. الإشكال الكبير في الإرادة السودانية، هل الإرادة السودانية عندنا إرادة سياسية إننا نحن نستفيد من هذه المواني؟ البلاد اللاند لوكد دي، البلاد المكفول ما عندها مواني بحرية اللي بتحتاج للنقل الرخيص نقل بحري، هل نحن عندنا استعداد؟ في نظرة أخرى، هل نحن استراتيجيا دارين نساعد الدول عشان تنمو وتقوى، أم نحن مثلا نريد أن نقلل من أهمية الاستراتيجية لهذه الدول بإضعاف مثلا اقتصادياتها؟ هل هذا الكلام الآن متاح عالميا؟ طبعا غير متاح الآن عالميا أنك تطور نفسك وتطور وحدك. الاستغلال لهذه المواتية طرق جيدة، طرق لشناق الشاحنات، بايبلاين، أمن قوي، أمن الطرق وكذا، مثلا بتحتاج لعملية بتاعت تشابك كبير جدا جدا للمهام الاقتصادية على الدولة، والتشابك في أولويات الأمن القومي وكيف تضبط السيادة في مثل هذه الأمور، وكيف تضبط أمنك القومي وأنت تتعامل مع هذه الدول. هذه مسألة مهمة جدا جدا، لكن هذا لا يمنع بأي حال من الأحوال أن تقدم خدمات مدفوعة القيمة لهذه الدول كي تستفيد منها انت في اوضاعك الاقتصاديه. يعني تخيل انه السودان بينقلوا من 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 جيبوتي، من جيبوتي نعم، وهم ممكن وكانوا في يوم الحرصين بالمناسبه علينا انه يكون بينقلوا حتى الان الثقل كما قال هو الثقل السكاني الاثيوبي هو الوجه اللي واجه السودان بس الان في ميناء بورسودان في 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 محتاج
ولاثيوبيا ان احنا ليه ما نعمل مواني جديده كان اصلا في فناء. هو الهم ذاته هند ليه ميناء سواكن، لماذا لا يقوم ميناء سواكن بمثل هذه المواصفات الكبيره؟ انا عارف انه كان في اتفاقيه مع تركيا وقطر، ما اعرف مصير هذه الاتفاقيه، لكن ميناء زي ده بهذه يعني الاهميه وبهذا الموقع ومجهز حاليا جاهز فقد احتاج الى تطوير. انا اتوقع انه اذا كان في اي دول بتنظر الى استغلال أراضينا أو أخذ أراضينا ستأخذ مننا هذا الميناء إن لم نستعجل فيه. طيب هل يمكن نقول أنه الموانئ الآن بهذا الشكل يمكن أن تكون فيها رؤية للتمويل بنظام الاشتراك والشراكة الذكية، خاصة أنه إحنا عندنا نظام البوت يمكن أن نساعدنا مع أنه عندنا تجارب فيه لكن فشلت مجال البنية التحتية يعني. ولماذا لا يتم؟ هو في نهاية الاتفاق هو الاتفاق ده ما بيكون عنده بنود وعنده شكل الاتفاق وترتيباته، عندنا تفاصيل في الاستفادة لكل الأطراف. ما في شك في إنه في الغالب أنت المستفيد الأول إذا أنت ضبطت أجندتك ومسؤولياتك وواجباتك تحت الأمن القومي والسيادة الوطنية. الاستفادة من المواني دي ما أنت بتأجر، ما 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 يعني ما أنت ما بتخسر شيء يعني. أجر بدون أيا كان شكل الاتفاق. لا يتم التفكير هل لدينا ضعف في الكفاءات، هل لدينا ضعف في القدرات اللي بتدير هذه المنظومات بتاعت المواني، ايش ما هي اين توجد المشكله؟ هذا هو السؤال المهم اللي بيوجه لهذه الدوله من ناحيه دراسات من ناحيه قدرات. الان الاخ الكابتن تحدث عن ان الدراسات متوفره وفي بيوت خبره عالميه تستطيع ان تقوم بهذه. واضح يا دكتور عندنا اشكاليه في الاستراتيجيه الداخليه حقتنا يعني، واضح ان في الاراده السياسيه، نقول الاراده السياسيه بتاعتنا الاراده السياسيه خلل بنيوي خطير للاسف يعني. لكن خلينا ناخذ برضه كي لا نبعد برضه عن السياسه المحتيله في هذه اللحظه، الاستثمار الان في الموانئ على البحر الاحمر سيزيد من قيمتنا الذاتيه المتعلقه بالقيمه المضافه لشرق السودان كجزء مهم جدا من هذا الوطن في سبيل الوحده في سبيل التواصل يعني. ما في شك طبعا شرق السودان هو بيستفيد من هذه الموارد الاقتصاديه يعني. الموارد الاقتصاديه عاليه جدا، خليك تشغيل موظفين، تشغيل عمال، تشغيل خليك من تطوير لهذه المدن الساحليه. والبحر الاحمر مليء بالثروات يعني. نعم صح. فيه من يعني مشهور بانه فيه المحميات اللافقاريه يعني، مشهور فيه الشعاب المرجانيه، فيه فرص يعني كبيره جدا. نعم. جدا. وبالتالي بلا شك انسان الشرق السودان هو المستفيد الاول من هذا، ولكن يعني لابد ان نركز ان مثل هذه الامور لا تدار ب وفق رؤيه محليه. نعم. تراي وفق رؤيه كليه للدوله، والدوله هي التي تخطط وترتب، ومن بعد ذلك يمكن زي ما ذكرت لك ان يحدث تمييز ايجابي، يمكن ان يحدث تكون استفاده المسؤوليه المجتمعيه وغير ذلك. نعم. هل فعلا الان يمكن نقول الظروف الاقتصاديه العالميه بحقيقه هذه الموانئ؟ اعتقد انه ما دام اذا كانت الدوله موجوده وتحافظ على سيادتها الوطنيه وامنها القومي لن تكون هنالك مشكله. نعم هنالك تهتك كبير جدا جدا في 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 الامن العالمي، في مشكلات كبيره جدا الان في الامن العالمي، في تغيرات كبيره حدثت. اداره دولتنا بكل قوه واقتدار وفق مقتضيات يعني وبالنظر الى ما يحدث في العالم يمكن ان ندير. نحن ما عندنا موانئ كثير الان، عندنا ميناء بورسودان في الشمال والجنوب، عندنا ميناء السواكن، عندنا موانئ بسيطه، عندنا بحريه، قوات بحريه، عندنا قوات مسلحه جيده، عندنا فرص كبيره جدا جدا، وعندنا دول الان بتتاثر بامن تاثر امننا القومي. نعم. اي نعم. تاثر امن القومي يؤثر على امنها القومي. دول الان لها موقعها ولها وقع يعني موقع الدول زي السعوديه مثلا، اي خلل في الشاطئ السوداني يؤثر على السعوديه، يؤثر على اليمن، يؤثر على مصر، يؤثر على اريتريا. فنحن موقعنا وسط، إذا أدرنا هذا الموقع باحترافية وبقدرات جيدة نستطيع أن نحافظ على أمن القوم بمجهودات قليلة جدا جدا. واضح أن الموارد الآن أصبحت مدن عالمية فيها السياحة وفيها الفندقة وفيها الازدهار الاقتصادي وفيها الصناعة وفيها حتى الآن كثير من الصناعات أصبحت تنتقل للموانئ قريبا من مناطق التصدير بدل التكلفة العالية في النقل. كل شيء متاح بالتخطيط
والتخطيط الاستراتيجي متاح، التخطيط التنموي. نحن محتاجين لمسألة القوانين، إننا مسائل كثير جدا تحتاج إلى معالجات، قوانين الاستثمار، القوانين التي تحكم الدولة، القوات الشرطة قوتها ووجودها. محتاجين لمسؤولين لديهم أفق يعني واسع وخيال واسع، يستطيع نعم. أنه يحول الكلام اللي ذكرته ده، يحول هذه الفرص إلى يعني مواقع بتاع التعامل، مواقع بتاع التوظيف، مواقع بتاع محاربة العطالة، مواقع بتاع جذب السواح. أوضاعنا الاقتصادية مرت بدراسات تتحدث عن أنه الأثر الاقتصادي المتوقع إذا أحدثنا نقلة استثمارية في الموانئ. طبعا الأثر الاقتصادي واضح أصلا، يعني أنت كل ما تكثر من الموانئ كل ما تكثر من العائد المادي. نعم. طبعا وتجعل الأهمية، يعني أنت بتسهل حتى للذين يريدون أن يستثمروا سواء كان دول أو أشخاص أو مؤسسات. عندما تيجي عندك أوضاع في المواني جيدة، عندك مواني جيدة، مواني تشغيل سريع، تشغيل جيد، تشغيل متقدم، عندك تكنولوجيا بتاعت مواني، ما بتكون في بتشجع الناس يجوك، لأنه عامل الوقت أصبح مؤثر جدا جدا التكنولوجيا. أستاذنا العزيز الدكتور محمد مصطفى عبد الرحمن سعداء باللقاء، لكن يبقى يا أخواننا الآن كرسالة لكل السودانيين أنه خلينا نأخذ من أو نعبر من هذه الأزمة السياسية إلى الاقتصاد. لدينا الآن واضح أنه فرص ضخمة في مردود اقتصادي من خلال البحر الأحمر، الممر المائي الاستراتيجي العالم الاقتصادي المهم جدا، علينا نستفيد. ولكن دكتور شكرا، شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله. أيها الأعزاء، نلتقي حقيقة الحديث عن الموانئ. لكن الاقتصاد الأزرق يضاف إلى كثير من مؤشراتنا الاقتصادية. نلتقي عبر قناة الخرطوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.